الإفطار على الأطعمة الدسمة والتي تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات والنشويات ترهق المعدة وتسبب عسر الهضم والخمول والسمنة المفرطة أو ارتفاع نسبة السكر في الدم. يفضل استبدال هذه الأطعمة بالوجبات التي تعتمد على الخضروات والفواكه سهلة الهضم والغنية بالألياف والفيتامينات. تناول طعام الإفطار دفعة واحدة يؤدي إلى إحداث صدمة غذائية للمعدة. يفضل أن يبدأ الصائم بشرب الماء وتناول التمر، لأنه يعطي الصائم شعوراً بالامتلاء لاحتوائه على كمية كبيرة من الألياف والفيتامينات والمعادن. We'll be right back.